أزيد من 1100 عائلة استفادت من سكنات من مختلف السير بولاية تلمسان ليتغير نمط حياتها إلى الأحسن. أنا مواطن من بلدية بني ورسيوس، سكنت في بيت قصديري مدة أكثر من 20 سنة، والحمد لله والشكر لله على نعمته. هذه نعمة من عند ربي سبحانه، ونشكر كل من ساهم من طرف اللجنة الولائية على رأسها سيد الوالي. من مدينة مغنية، من دائرة مغنية، استفدت بهذه القوطة اللي مدوها في مغنية بطيمات بالشهداء إن شاء الله، وراني فرحان بزاف الحمد لله بعد المعاناة 24 عام وانا نعاني معاهم. تتوفر لنا كل المرافق، من حديقة، من مدرسة ابتدائية، من متوسطة، والحمد لله. الدولة تساعد الفقير وتساعد المسكين وتساعد لأن احنا متوسط الدخل. سكنة جديدة استفاد منها ساكنة كل دوائر ولاية تلمسان، تتوفر فيها أغلب المتطلبات من مرافق خدماتية وأخرى تربوية. إذن في إطار احتفال بذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية، اليوم نشهد توزيع عدد معتبر من السكنات، حوالي 1149 سكن مختلف السياق، منها حوالي 350 سكن اجتماعي، بالإضافة إلى 200 صيغة عدل و500 إعانة ريفية، بالإضافة إلى 84 تقريبا سكن ترقوي حر قامت بإنشائه الوكالة العقارية لولاية تلمسان. هذا يدخل في إطار يعني إتمام البرامج المسجلة على مستوى الولاية، واللي شهدت إلى حد الآن توزيع أكثر من 2500 سكن خلال هذه السنة. هذا ويجري العمل حاليا على استكمال أزيد من 1000 وحدة سكنية عمومية إيجارية الواردة ضمن المخطط الخماسي الجاري.